ما رجعني انا جيت غسل الرأس وانت ما تفعل هذا. انا جيت اصلي توضن الدين انا خاربة. صلي هذا الوقت الساعة 9 اسعى من جنبي بتصومي مكينة مسلسلات وتلفزيون ما بتصومي وانت زعبي بتصوم وتمكنوها لك طول اليوم تقوم وتشتر عشان جاهز هذا ما شو صار رمضان عيد صومي مكينة مسلسلات وتلفزيون مشو صوم حقكم مشو صوم وانت زي حقكم مشو صوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مازن جلال. موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن ايوه سابق ولاحق. طيب ايش دخل سابق ولاحق في رمضان؟ انا عاد اقول لكم ايش دخل سابق ولاحق في رمضان. سابق ولاحق بالشارع، بالسوق، في الجامع، في كل مكان. هذا اسمه قضب، هذا كله حقاوة، كذي حالة طوارئ، كذي أبا سيارات ولاحق فز نقفز أسئول قوة السيارة تكسر هذي. ما علينا من الشارع، في هذه الحلقة نناقش موضوع سبق ولاحق في المطبخ. لمات يضريف علينا حركات غريبة، طبخات غريبة، لمات والمطبخ قصة جديدة. زي مثلا عند بتقرا كتاب يجي قسمها كذا اذا ما رمضان في كل انواع الطبخات، في كل انواع اللحوح، في كل انواع حتى الملوج. لا انواع في رمضان، الملوج يوناني وملوج امريكاني وملوج يمناني. يعني الامهات ضروري تركيزها على الاكل، كل ما تركز عليها على الاكل. مش الشربه ما ترتفعش منسوبها عن 99%. ضروري الدجاج ما يعني ما يسودش، ضروري يبقى اقدر اخف من الاسود اقدر بشويه، لكن البني ضروري. طيب ليه؟ طيب ليش هذا كله؟ ليش ضروري تقهر الجيره سري بسري؟ الام سالم ايش تفعل؟ والام مثلا اللحوح كم لحوح معاهم؟ تقول 5، احنا نفعل 15. ليش 15؟ بس بنقهر الجيران. طيب ليش نقهر الجيران؟ ما بيش سبب، ما بيش سبب ان احنا نقهر الجيرة. وبعض الامهات يطعمين، يعني طعمة واحدة عادي، ضروري تطعم من هذاك وتبز من هذاك شوية. ما فعلت هذا امبارح صح؟ لا فعلت وتشد سابق وتلاحق وتراجم وترسل البنات عليك وتفعل كل شيء وترجع قد قدامها الرز ولا فعل. انا فعلت الرز منها. ايه فعلت اسكت هذيك الاكله. هذيك الاكله مش ما نفعل فيها ملح. اوه هي عادي، هي طعمها هي طعمها عادي. هذه طعمها عادي وهذه طعمها عادي وهذه طعمها عادي وهذه طعمها عادي. وش بقي لنا؟ الطواعم الباقية ما عدلناش حاجة. ايش هذه الأكلة؟ هي ما لها علم ايش هذه الأكلة؟ همشي بزيتها من منال العالم من الطبخ. مدري هي يونانية، تركية، أفغانستانية، مثلا بعض الطبخات تهريش فوقها زيتونة. ايش الإضافة اللي أضفتوها؟ رمضان عبارة عن زيتونة. شهر فيه عبادة، فيه صوم، فيه صلاة، مش فيه أكل، فيه قرش، فيه التهام، فيه طاعة. فرمضان شهر عبادة وخفونا الطبخ، وطبخ يعني رز ولحمة ويعني وشوب رمضان خيرة. في نهاية الحلقة يا جماعة سبسكرايب ولايك وانتظروا الحلقة القادمة. سبسكرايبس.